جامعة بثلاثة، تيشر بثلاثة، برمودة بثلاثة، تنزيلات تنزيلات. جامعة بثلاثة، تيشر بثلاثة، برمودة بثلاثة، تنزيلات تنزيلات. بالنسبة لنسب البطالة اللي دا تزيد، طبعا هي على مستوى العراق، هي ما بس في محافظة نينوى، لكن تقول انه الحلول اللي تقدمها دوائرنا، مثل ما تعرف انه دائرتنا هي معنية بتدريب الباحثين عن العمل، وبالفعل اللي دا يصير انه احنا دا ندرب باحثين عن العمل أو الموجودين مسجلين في قاعدة بياناتنا على مختلف المهن اللي هي مثلا كهرباء، ميكانيك، عندك تأسيسات صحية، خياطة، نجارة، بستنة، كثير من الحرف اللي احنا حاليا ندرب عليها. وان شاء الله بعد اكتمال بناء المركز، لانه احنا بسبب انه المركز تدمر تقريبا 90% هو حاليا مدمر، لكنه يعني بعد الحملة إن شاء الله الإعمار اللي بدت، إنه بعد إكمال إعمار مركزنا إن شاء الله راح نوصل إلى 100% بعملنا في تدريب الباحثين عن العمل. أما عندك نقطة الأخرى اللي حكيت بها، يعني شنو هم الحلول الأخرى؟ هي طبعا هي فتح المعامل، المصانع في الموصل، هذه نقطة جدا مهمة. إذا احنا ردنا أنه نقلل من هاي النسبة، فالمعامل والمصانع المتوقفة والمسدودة هي مأثرة أكيد في هذا الموضوع. بالنسبة للأرامل والمطلقات، طبعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدت أنه تشمل أكبر عدد ممكن من الأرامل والمطلقات براتب شبكة الحماية الاجتماعية. أيضا خطوة زيادة هذه الرواتب هم يعني ساهمت في شوية التقليل من هذه المشكلة. أما يعني أنه عمل النساء، فأكيد أنه مثل ما ذكرت لك هي فتح المعامل والمصانع اللي الكبيرة طبعا اللي تضم أعداد كبيرة من العاملين من أيدي العاملة، هذا موضوع جدا مهم. احنا بالنسبة أن الأيتام والمسنين الموجودين في دائرتنا نقدم لهم كافة الخدمات وبأرقى الموجود، يعني يمكن اللي موجودين في البيوت ما يشوفون اللي احنا دا نسوي لهم اياه من فعاليات، سواء نشاطات فكرية او نشاطات يعني ذهنية، كل شيء ممكن انه احنا نقدم لهم اياه لهاي الاطفال، والسفرات والترفيهية والدينية وكل الامور اللي ممكن انه نقدمها لهذه الشريحة احنا دا نقدمها.